يا اهلا وسهلا فيك على حصريا.com. خبرينا اليوم نقوك الطلاب اللي يعملوا معك مؤتمر صحفي، شو بيعني لك هيدا الشيء نقوك باستفتاء على صعيد الجامعة كلها؟ أكيد أنا سعيدة وبشرفني إنه اختاروني كون موجودة معهم، كون قريبة منهم. بشكرهم كتير على هالشيء، وأكيد بشكر إدارة الجامعة كلها على هالتكريم كمان الحلو. هيدا الشيء كتير بيعني لي، وإن شاء الله يعني دايما نكون على قد المسؤولية. يارا عرفنا انه عم تحضري لألبوم بعد شهرين، خبرينا شو عنوان الألبوم، عم تعملتي فيه؟ لهلا ما في عنوان، بس في اغاني مسجله وفي اغاني بعد ما تسجلت، بعده قيد التحضير يعني بده شويه وقت. بهذا الوقت رح ننزل اغنيه سنجل، اغنيه لبنانيه، كلمات نزار فرانسيس والحان توزيع جمال الريشي. قلتي لنا كمان هيدي من المفاجاه اللي وعدك فيهم طارق، شو في غير مفاجاه؟ لا كل مرة منقول وحدة، هلا قلنا وحدة بعدين منقول غير. هلا منقول وحدة حصريا لحصريا. لا في ألبوم بس. تابعوا أعمالي كلها عبر حصريا.com. يارا